في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين، معكم دكتورة شفيقة منصور غربية استشاري تعليم وتحليل سلوكي ولغوي. كافيين معكم بنشاط السباحة والأكوا ثيرابي، واليوم معنا الصبي الأمور سامي. حنشوف سامي بالفيديو الأول كيف عم يتعلم السباحة مع مسلونة، هو ممسك بطرف المسبح لابس الفواشات، ومسلونة عم بتساعده مسكت له إجري وعم بتقول له 1 2 3 وتحرك له إجري up and down الشمال واليمين، وبعدين تصير تقول له أنه طبش لحالك. فبعد التمارين هو لابس الفواشات كمان عم بتعلمه كيف يسبح لقدام وكيف يرجع يبرم ويكفي سباحة بقلب المسبح ومع وجود رفقاته. مثل ما قلنا لكم بالحلقات السابقة أنه منستخدم نشاط السباحة كمان لنزيد اتقانه لاتباع التعليمات الاستقبالية، كمان يستخدم تعبير ليعبر عن احتياجاته، فهذه كلها فرص تعليمية منستفيد منها خلال نشاط السباحة. مهارة التقليد كتير مهمة بهذا النشاط لأنه هيك بصير يكتسب مهارات بشكل أسرع. بتشوفوا سامي عم يلعب بالطابة، المعلمة بتزت له إياها لحتى يلقطها برجع هو بيرمي لإياها. بنفس الوقت بصير يتعلم عم الشروق كيف ينزل راسه لفترات بسيطة بقلب المي، لصير يتحمل أنه يختص بقلب المي، لأنه كل هيدي المهارات منوصلها مع بعضها لا يتقن مهارات أكتر بنشاط السباحة. كمان بيكون عم بيغطس بالمي هو ولابس الفواشات، وبيسبح بتوجيه من مسلونة وبصير يقلدها كيف عم تسبح لقدام، بتصير تخبره أنه يسبح بشكل أسرع. كمان منشوف مع مس زيزي بيوصل لمرحلة أنه هو بحب شاف رفقاته كيف عم يقلبوا بقلب المسبح اللي متقنين النشاط السباحة أكتر، فبتوجيه ومساعدة جسدية من مسلونة بصير بيقلب بقلب المي وكان كتير مبسوط. منشوفه كيف بعدين عم يغطس لوقت أطول بقلب المي عبر توجيهات المعلمة، وبعدين بعد تدريب بيوصل أنه يصير يغطس بأعمق أو أغمق نقطة بالمسبح، بيغطس بالمي وبيرجع بيسبح وبكل مهارة بدون ما يكون لابس فواشات أو أي سبورت خلال نشاط السباحة. كمان نشاط السباحة كتير مهم لأولادنا لأنه بخليهم يتحكموا بإنفعالاتهم، بنفس الوقت إذا حسوا بالملل كمان هيدا بيعبي وقتهم. كمان لما أوقات كتير أولادنا وخصوصا بمرحلة إنه المرحلة اللي بده يصير فيها قبل المراهقة بتلعب الهرمونات عندهم، كمان هيدا بيعطيهم فرص إنه يقدروا بتمارين التنفس بقلب المي يتحكموا بانفعالاتهم عبر القيام برياضة ممكن تساعدهم على الاسترخاء، وكمان إنه يقدروا يعبوا وقتهم بشكل ممتع وينمي المهارات التآزر والتكامل الحسي والتفاعل بمحيطه مع رفقاته. بتلاقوا البسمة على وجوه أولادنا هن وعم يسبحوا بمسبح علي فور اي بي اي. اليوم حكينا عن صبي الأمور سامي وكيف كان التدرج باتقانه نشاط السباحة، وحنشوف بكرة أولاد جديد معنا حتشوفون كيف عم يستمتعوا بنشاط السباحة. بتمنى أنه تنطرونا بكرة بحلقة جديدة مع راديو تموز الإلكتروني. كانت معكم دكتورة شفيقة منصور غربية.
إلى اللقاء. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت، بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال.